أكثر حول أداء الأسواق العالمية مع ضيفتي لينا قنوة محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. اليوم عندنا أكثر من موضوع، دعيني أبدأ معك بالأهم أو آخرها، وهو اجتماع الفيدرالي وتثبيت الأسعار الفائدة. كيف أثر ذلك على حركة الدولار، عوائد السندات الأمريكية، وبالتأكيد على أسواق السلع؟ نعم، أهلا بك. بالفعل بالنسبة لقرار الفدرالي الأمريكي، بعد أن وصل التضخم بشكل كبير وصل إلى الأعلى منذ 40 عاما، فالارتفاعات تقريبا نحن نتحدث عن 7% من ارتفاعات التضخم، يعني قام بتثبيت أسعار الفائدة في نطاقات 0 إلى 0.25 أو بين 0.25 نقطة مئوية، وكان هناك تلميح وإشارات واضحة بالفعل برفع أسعار الفائدة في مارس. بالتالي نحن نعلم أن الفدرالي الأمريكي قام بالفعل بتخفيض برنامج شراء الأصول بداية ب 15 مليار دولار شهريا، ثم بدأ بالتخفيض ب 30 مليار دولار شهريا. نحن نتحدث تقريبا حتى نهاية هذا الشهر عن 75 مليار دولار شهريا، يعني يتبقى شهر فبراير وشهر مارس نتحدث عن 45 مليار دولار شهريا. فهذا الخفض الذي قام أو بدأ بتجديد السياسة النقدية من خفض برنامج شراء الأصول، يعني هو مهم جدا لبداية رفع أسعار الفائدة لدراسة الظروف الاقتصادية. فبالتالي نحن بدأنا يعني من شهر نوفمبر من عام 2021 يعني عدة إجراءات بالفعل للحد من ارتفاع التضخم. نحن نراقب أيضا أنه مؤشرات أو بيانات التضخم راح تظهر طبعا يوم الجمعة، يعني وخاصة للكور بي سي المتوقع 4.8%، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية من حيث النمو الاقتصادي، تعطينا النمو الاقتصادي المتوقع ب 5.3%. فمن قرار الفدرالي الأمريكي يعني يظهر أنه هناك عملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي تأثر بشكل كبير وواضح من قرار الفدرالي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية، وأعطى تلميحات حول أنه فعلا في قطاعات تحسنت، لكن يجب أنه أيضا في قطاعات تأثرت. نعم، وهو نعم. ما يقصده عن حول متحور أوميكرون. فبالتالي نعم، عفوا المقاطعة علينا، ولكن أنتقل أيضا إلى الشأن الذي يقلق اليوم المنطقة الأوروبية والعالم، وهو تهديدات واشنطن لموسكو بأنه فعلا لو أقدمت موسكو على تخطي حدودها، يعني بعد المناورات التي مارستها على شبه جزيرة القرم، هنالك مخاوف أن تصل إلى كييف. إلى أي حد تعتقد أنه الشأن الروسي الأوكراني اليوم هو الذي سيحدد مصير أيضا التداولات في الأسواق؟ نعم، بالفعل يعني إذا نتحدث عن الأوضاع الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا وخاصة في شرق أوروبا، ارتباطه بالأسواق، إذا نتحدث مثلا على النفط، ما أسباب ارتفاع أسعار النفط بحد من أي خسائر رغم ارتفاع مخزونات الخام مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هو مخاوف من أنه أن تصل إمدادات الغاز إلى أوروبا، فبالتالي مثلا هذا عم نخلي انه الاوضاع الجيوسياسيه ترفع من اسعار النفط. ايضا الدولار كملاذ امن، الذهب رغم تجديد السياسه النقديه، يعني عندنا عده عوامل يعني فعلا هو له مصير في تحديد الاسواق، وخاصه اذا نظرنا الى النفط. الذهب يعني ربما لم يكسر مستويات ال 1800 نعم. دولار الذهب بسبب الاوضاع الجيوسياسيه بين اوكرانيا وروسيا، فالاوضاع الجيوسياسيه لها بالفعل دور في تحديد مصير نعم. الأسواق، وخاصة بالنسبة لأسواق النفط وأسواق الذهب. لكن هناك تفصيلات إذا دخلنا فيها. بالنسبة لأسعار بأسواق النفط، نتحدث مثلا إنتاج روسيا، نتحدث عن 10 فاصل تقريبا، نحن نتحدث عن 10.84 ل 11.2. إنتاج روسيا أنتج خلال العام 2021 نتحدث عن 10 فاصل نعم. تقريبا 28. إنتاج أوكرانيا 55. فبالتالي المخاوف الأوضاع الجيوسياسية عم تخلي إنه من المخاوف من وصول الغاز إلى أوروبا، فبالتالي صح. هذا عم نخلي إنه اللجوء إلى النفط، وخاصة نحن عم نشوف أسعار الغاز ارتفعت 4.88 نعم. إذا نظرنا إلى كانت الأسعار عند نعم.
لا أنا أرغب أن تكمل جملتك لينا، يعني سنراقب إذا ما كان أيضا خط نورد ستريم 2 سيتم تدشينه بالتأكيد مع المعارضة الألمانية لهذا الخط. أنا أشكرك دائما متألقة معنا لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إخوتي جروب.